واحد بيقول واحد مش واحد بتقول ما رأي قداسك ان انا كنت صايمة لكن فوجئت ان الدكتور قال لي لا تصومي لان عندي الكبد والسكر والقلب ومنعني عن الصيام، فهل اتقدم للتناول؟ فما رأي قداسك مع العلم بالمرض؟ لازم الطبيب اللي ينصحك يكون طبيب متدين ويؤمن بالصوم ويؤمن بالعمل الروحي، لأول نقطة. تاني حاجة، مش كل مريض ما يصومش، إنما على حسب درجة المرض. هل المرض شديد جدا جدا بحيث ما يقدرش، ولا مرض خفيف؟ ما في انسان يكون عنده كبد وينصحوه انه يشرب مية كتير علشان المية تغسل من جوه بدل ما يحتاج لغسيل من بره، يشرب مية ويفضل صايم. ربما هي تقصد الصيام الانقطاعي، على قد ما تقدر يا بنتي، على قد ما تقدر، على قد ما صحتك تحتمل. الله لا يطلب مننا فوق ما نطيق، لكن ما تتحججيش بالمرض علشان ما تصوميش. ايضا مين اللي هيشفيك من مرض غير ربنا؟ فانت تكسر الصيام وتزعلي ربنا علشان يشفيك الدواء؟ اللي هيبارك الدواء هو ربنا، لكن برضو لا نضغط عليك في الصوم. حسب صحتك، على قد ما تقدري بدون ما تجاملي نفسك.